اي بي جيمنج وفيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب بصراحه اختي اللي قايله لي على الماب دي، فيلا بينا. اوبا، ايه ده؟ ايه المكان ده يا شباب؟ هو ايه ده؟ المفروض ان احنا هنا بنبني بيت برضك. تعالوا كده، ده هنا في فلوس. اوه، بنيت حيطه، حلو قوي. هنا بقى يا شباب في فلوس بقى، في سنه عايز اعرف الفلوس بتيجي منين يعني. اوب، ايه ده؟ اوه ماشي، بس انا عايز اعرف الفلوس بتيجي منين دلوقتي. يا سبحان الله، بتزيد لوحدها. ايوه بقى، ايه ده؟ ايه ده؟ بوصات سحر وشوت جن ايه ده؟ كل ده الجمال ده كله بنشتريه. بروبوكس كمان افتحته بالدولار. ماشي، المفروض اللي احنا هنا نعمل ايه تاني؟ طب انا عايز اعرف الفلوس بتجيلنا منين. يلا بينا نشتري ده. ايوه بقى، هو الكلام، احنا لازم نستنى تقريبا الفلوس تجيلنا، صح؟ لازم. يا ده نقعد بقى نستنى كل الفلوس تجيلنا. ايه طبعا، اخت شاب معايا، في سر هنا. السر ده وريني. بس اول حاجه تخش جوه الوش ده وحاول تجمع الفلوس دي كلها، تمام؟ واقعد ده تي في، تلفزيون. تلفزيون بقى كبير قوي. متحمس جدا يا شباب، تعالوا نستنى هنا. ينفع اقعد؟ انا عايز اقعد، ما ينفعش انا صح اقعد. وتعرف ترقص، بس اكتب دي ايه جامد. استنوا كده يا شباب، نقعد نرقص لحد ما ايه، لحد ما لحد ما تيجي. يلا بينا يلا بينا يلا بينا، بنرقص تقريبا يا شباب. الماب دي ما فيهاش غير اربعه بس، يعني اربعه بس ينفع هم يدخلوا. مش عارف الفلوس بتيجي ببطء شويه، بس المهم اللي هي بتيجي. اوه، التلفزيون متحمس ليه. واو يا شباب، ما توقعتش انه كده. جيب اللي ب 100 دي، جيب اللي ب 100 جامد قوي يا شباب. استنوا هنجيب بقى، عايزين نخلص المكان ده. اقف عليها، اول ما يجيلك الفلوس هتعمل حلوه قوي. ما تنسوناش بقى يا شباب توصلوا الفيديو ده ل 100 لايك لو عايزين نلعب او اعمل جزء تاني، العب الماب دي تاني. تقريبا هي ملهاش تكمله، صح؟ انت ممكن تخلصها السام في الفيديو. ممكن اخلصها في الفيديو. طب يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده الجمال ده؟ ايه ده الجمال؟ ايه ده؟ ايه يا ترى؟ ايه حاجه بال 200 يا بلاد، بيجي لك كده مكان سري. يا ترى ايه المكان ده يا شباب؟ متحمس ليه؟ بس بصراحة مدينة الأبطال أفضل، يعني بحب أنا مدينة الأبطال اللي أنا أتعب وأقعد أخلي آلات تشتغل وكده، وفي نفس الوقت برضك أنا مش بشتغل. لا، ما أنا مش ما أنا لا الأحسن اللي أنا بصنع. جيب بس اللي أنا لا الأفضل اللي أنا بصنع شيء، صح يا شباب؟ أكيد أنتوا بتحبوا كده برضه، إحنا نصنع شيء وبعديها نتعب 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 في الآخر نوصل للشخصية اللي إحنا بنحبها، أو يعني اللي إحنا عايزينها. كبر كده بقى الشاشة. أو. لا لا لا، قصدي سبحان كده على الآخر. واو، ايه ده؟ انا اتفاجئت. اطلع بره وصغر الشاشه، اطلع بره. استني بس اعمل دي. يلا اهو، هيجي 200. متحمس متحمس. ايه بقى؟ اوه، ايه بجد؟ واو، ايه ده؟ ده كمان مكان سري. يا نهار ابيض، ايه ده الحاجه دي؟ المكان الاسطوري ده. طيب انا اتفاجئت الصراحه، مكان جامد، مكان جامد يا شباب. ده كل ده في بيتي ولا ايه؟ كل ده في المزرعة. 85 بالظبط. يلا بقى، كفاية كفاية. ايه ده؟ ايه ده؟ هو في حد ساكن معايا؟ ده في أربعة. بل ما تروح يبان البيت ده، تعالى يا شباب نتبع، تعالى كده نشوفهم. روح اتزحلق. يا لهوي، جامد جامد جامد. اوعى بقى اوعى بقى، هو ده الكلام. انا مش سريع ليه؟ انا بطيء قوي. يا لهوي، انا كده اوصل بعد بكره. ايه اوعى انا ينفع اطلع الزحلق يا شباب ولا عشان انا مش صاحب البيت؟ لا بعد حاجه، ده ينفع تخش جوه الباب. اوه، ده عامل بحر. ينفع تخش من الباب يا عادي؟ ايوه. اقول لك اعمل ايه؟ السلام عليكم. بص على الاحمر، بص على الاحمر. السلام عليكم، كيف حالك؟ هلا هلا، ممكن ادخل؟ هلا والله بالله، كيف حالك؟ ماشي. يلا بينا يلا بينا يا شباب. ايه ده، ينفع نقعد هنا؟ ما ينفعش. يا نهار ابيض، نفسي اعمل مكان. ايه ده؟ ايه يا عم؟ يا مفيش كده صح. ايه ده؟ مفيش سلامة. ادي سلمة زي السلمة، وادي السلمة زي السلمة، وادي السلمة. والله لو وقعت اقسم بالله زي السلمة. يا كل ده ايه ده؟ انت جيت منين؟ دي جت من سبحان الله. متحمس متحمس. ايه لو على الضحك. ايه ده البحر ده عامل، البحر عامل كده ليه؟ ايه ده انا يا بي هو يا كلام. انت عارف هي جت ازاي؟ جت كده. بس جت ازاي؟ هي جت كده. ده بتعمل ايه؟ انا كنت عامل كده يا شباب وانا صغير بصراحه، فاكره؟ ايه لا، بس مش بعمل كده وانا صغير يا عمي. ما متش. ماشي تمام. أبل
العربيه اللي مشتريها. هي دي هنا الجراج. اه ده انت طلعت فوق ايه؟ اه دي مشتغل يا عيني فين. مش معنى واو ايه العربيه جايه عليا ولا ايه؟ عايز تدخل الجراج. اه ايه ده؟ في الاخر بدخله عادي عادي. اي مسا يا لهوي على العربيه الاسطوريه، ينفع تركبها؟ عايز ادخل بلا بلا بلا. ايه ده اشمعنى هنا ما ينفعش ادخل؟ ايه ده تلزز سبايدر مان. ما علينا يا شباب عملنا. لا لا انا عايز اروح بقى اشوف. اطلع بيت الشجره. فين ده؟ بيت الشجره. اه اهو كبير اهو. بيت الشجره. يلا بينا يا شباب نطلع بيت الشجره. يلا بينا. اوه متحمس. معانا 720 دولار. جميل. ادي بيزيدوا. السلام عليكم يا بيت. اوه ده مشغلين اغاني ورد. ده ولع بقى. يلي 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 يلي. لا بقى احنا لازم نور. اوه ده اكيد في بقى مهرجانات بقى ونشغل. ايه ولا ولا ايه صحيح. ايه ده الايد ايه ده دي ايدي. ما تقولش مش هرقص تاني. ما تقولش يلا ما تقولش. لا ده يطلع فوق في دور تاني. ايه ده فين ده؟ زي الله. لا في سلم. سبايدر مان. في سلم. في سلم قلت. فين فين؟ لا السلم مش هنا. خش جوه البيت. خش جوه البيت الحته البني. مفيش سلم البني. ايه ده سلم. اوف ايه ده هو على التصميم الخرافي. بس انا بقعد على الكمبيوتر بتاعي ليه ما بيقعدش يقعد؟ وما ينفعش تقعد. انا يا شباب بقى بصور لكم الفيديو زي كده بالظبط يا شباب. بقعد كده العب وبحط المايك هنا كده على الشمال جنب الكيبورد وتحت هنا في كيسه ويعني في شاشه وماسك ماوس. سلام. هو ده اللي بعمله بالظبط. هو معايا 1000. يلا بقى ننط. يبي 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 يبي. والله افتح الباب من نفسك. افتح الباب من نفسك. سوري. لا لا انا كنت بس هنط. ايه واو حاسس ان انا كنت المدرسه. كنت بسرعه. لا 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 هنط المدرسه. خلاص شنو مش عاجبك ايه كنت هنط. حلوه. محمد جيمنج دخل معانا. يا محمد يا محمد دي له يا محمد. بصوا بقى دي التحية. دي تحية المتابعين. بصوا ازاي. اوه اوعى الرأس اوعى الرأس اوعى الرأس. هموت اعرف ليه ايدي بعيد عن الجسم. ما هي معلين. يلا بينا. يلا موضوع كبير جدا يا شباب. يلا بينا يا شباب. اوه عايزين بقى نكمل البيت بتاعنا. نشوف البيت ناقصه ايه يا شباب. اوه يلا بينا نبدا حاجه حاجه. هو ده الكلام. بدانا نظبط. هو دي. يلا نعمل ده كده. هو ده الكلام. اعمل ايه ده ده انا ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه. ماشي. ممكن مثلا نعمل ايه تاني. نعمل ايه تاني. اعمل ايه. اعمل بيت الشجره. ايه ده تعالى كده نشوف نعمل ده. اعمل كله بلا دوس على الحاجات القليله. اوه اوعى ايه يا ريت ما عملت الشجر. ايه شعر ايتها الشجرة. يا ايتها الشجرة الحمد لله. يا ايتها الشجرة الحمقاء. مش هعمل شجرة تاني. نزلت. لازم. انا نزلت في الشجرة يا شباب. اعمل 80. اعمل 80 دي رخيصة قوي. اوه ايوه بقى. يلا نشوف. اقفل الباب. انت عايز الناس كلها تخش. ما هو اللي فاتحه مش انا. يلا بينا يا شباب نقفل الباب. اقفل الباب. هو ده الكلام يا شباب. ايه ده؟ حلو. اقفل الباب يا عمي. ماشي عادي يا عم. عايزين بقى نعمل احنا احلى بيت في العالم. عايزين نعمل بيت اسطوري. احلى بيت في الماب بقى. المفروض ما اعرفش انك هتخلصه كامل. يا ممكن ما اعرفش اخلصه كامل. طب هنحاول. واو حلوه. ايه ده؟ البسين اهو نفس اللي عندها هناك برضه اللي شفته. نعمل اقل حاجه. يلا بينا. يلا عشان دي نبقى نقعد عليها نتسلى. وادي هوب كمان. او حلو قوي. 92 92 92. اب 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 100 100 100 واحده ب 100. امبريلا الشمسيه الجميله. وادينا ناقص لنا الشمسيه الجميله. ولع الدنيا. حلو قوي الماب دي صراحه. بس يعني جميله طبعا. ومستني رايكم في الكومنتات. وصلوا الفيديو ل 100 لايك عشان نعمل جزء تاني للماب الخطيره دي. يلا بينا. ولو ما عرفناش نكمل الماب في الفيديو ده لو وصلت الفيديو 100 لايك هنكمله في الفيديو الجاي. يلا بينا يا شباب. يا شباب يعني انا لو خرجت كل ده يعني انا بعمل البيت من اول. يبقى واضح كده اللي احنا لازم نعمل كل ده النهارده. ماشي ماشي عادي عادي مفيش اي مشكله. يلا بينا نعمل بيت. خلاص انا حاسس ان انا قربت اخلص البيت اصلا. انت لسه عامل بيت الشجره وحاجات قد كده. هي حاجات كتير. طب انا عندي فكره يا شباب.
ايه؟ اوه حلوة ولو جبت قوي. 100 جنيه بليل هتعمل اسمه ايه ده الزحليقة. انا عايز اعمل اللي تحت. كام في اللي تحت صح؟ بس هي بقى الحاجة اللي تحت دي لبس لبس ايه اللبس دي؟ لبس بس كلها غالية. اوه 500 500 500. انا كنت معايا 1000 اشتريتهم كلهم او مليون الف. مليون؟ مفيش حاجة اسمها مليون الف. اوه يلا بينا يا شباب. ايه ده كلهم حاجة واحدة يا شباب، كلهم نفس الاسم. مش عارف ازاي. ورزق السوق. حاسس انا خايف. كلهم نفس الاسم. اطلع فوق بس اطلع فوق وجيب يا جيب المسبح يا بلال. معاك بس اشوف اهو. يا بلال جيب المسبح يا بلال اهم. يعني دول لا عايز اجرب. معلش ده لبس والله ده لبس مش هتستفاد بيه اي حاجه. ايه ده محمد؟ ما تشتري لي حاجه يا محمد. ماشي. اوه يابي يابي هو ده الكلام. اوه 300 حلو قوي. ايه ده كل ده يا عم؟ مش عايز اعمل الجنينه دي يا عم. ايه ده يا عم؟ كنت فلوسه خلاص. 800 بقى استنى 800 خليك واقف عليها. بقى ايه فاتح في الباب؟ مش مطمنه. هو ينفع حد يجي يكسر حاجه يعني ولا ايه؟ لا بس بقولك مش مطمنه. ماشي احنا كده معانا كام؟ معانا 500. يا لهوي شباب في واحد معاه 16000 يا ابن اللذين. تقدر تجيبه وبزياده بس ده لما اقعد كتير في الماب بقى. حلو جدا على فكره. حلو الماب، حلو عشان فيها اكتشافات جميله جدا. اوه ايه ده؟ مش انا عملتها؟ ايه ده بقى المكان ده؟ ايه ده تقريبا الشجره. بس انا هقعد معاك. اوه يا شباب هبني معاك. اختي جات. هلا 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 هلا. ايوه يا اختي هلا هلا. اوعى أيوة المسبح الجميل، اجمد مسبح. اتحداك ابني اكتر منك واعديك وابني ما تكمل. حبيبي حبيبي. يلا بينا يا شباب. يلا بينا. ايوه بعد ده جاي كمان يرقص لي في المسبح. كمان جاي كمان يرقص لي في المسبح. يلا ادينا رقصه. يلا ادينا رقصه. يلا يلا ادينا رقصه. يلا ادينا رقصه. قبل ما نجمع 850 بقى كتير على فكره. 850 صراحه. ديلو ده انت؟ انا ايه ده؟ فين ده؟ لا ده مش انت. انا بيتي على الاخر خالص في الاخر. ايوه بقى محمد ما تروح يا عم ابني بيتك. انا هقول له روح روح ابني بيتك. طب انا جايلك. وانا كمان. يلا يا عم بقى روح ابني بيتك بقى. اوه عملتها اهو اخيرا اخيرا اخيرا. وايه ده؟ ايوه بقى الزحليقه يا شباب قربت اعملها. عاش قوي يا شباب. انا كده تقريبا قربت اعمل الزحليقه. حلو جدا. تعالوا بقى ايه؟ انا جايلك قبل ما احوش فلوس. تعالى نتمشى كده نشوف ايه. هو ادي محمد اهو شباب رايح يبني بيته. قلت له روح ابني بيتك. راح رايح اهو. عاش عاش يا محمد عاش. قال لي حاضر. انا هحوش. انا هروح كده. ايه ايه ده يا اختي؟ هلا هلا. طب يا عيني. انا بيت الاصفر ومحمد بيته الاحمر واختي زوزو بيتها الاخضر. جميل. يلا يا عمي ظبط حالك ظبط حالك ظبط حالك. هلا 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 كيف حالك؟ يلا نتمشى كده شوية يا شباب. إذا هو ينفع ساعدكم فعلا؟ لا. أنا واقف. ما ينفعش كل واحد وبيته. افتكرت اللي ينفع ساعده. بس طلع كل واحد فعلا وبيته. ماشي انا ابدا بقى ايه اروح. ايوه هو بدا يصنع ويظبط الدنيا. قلت الكلام يعني المواصلات مش صعبه ما بيني وما بين محمد يعني، لكن حبيبه تقريبا يعني شبه بعيد شويه، يا جنب محمد جيمنج. بس يلا بينا. بص يلا بقى افتح بقى. اوعى باب الفيلا بتاعتي خطيره. هو ده الكلام. يلا مع داخل على الالف اهو. اوبا هنشوف مين الاحسن. تحدي. ايوه بقى اوعى دي ب 800 غاليه شويه بس عايزين. يا لهوي يا شباب ده لسه في. ايه ده؟ ووو لهوي يا بلال. بتعمل ايه يا بلال؟ ايه ده؟ انت بتعمل ده؟ نفسي بس انا واقف كده وهرقص واغيظك بقى. هرقص كده. شفت قبل كده حد بيعمل كده؟ انا بقى بعمل كده. يا اهو انا بقى. شفتك. ايوه بقى. في حد في الحقيقه يعمل كده ويسيب بيته؟ انا في الحياة برقص كده. انت تيري. انا جايالك ليه؟ كمان. طب تعرفي لو انا في شوك جن او في ضرب تبقى جامده لو في الماب دي. بس 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 مدينه الابطال دي صراحه حماس قوي وان شاء الله هلعبها قريب. فين انت؟ ايوه بقى.
ايوه بقى يا شباب، هو ده الكلام. اوه يلا بقى، هو ده الكلام. اوه عاش جدا. يلا بيت، ايه ده اللي بيحصل؟ اوه يلا بينا نطلع، يلا بينا نطلع عشان نفوق بقى، صح؟ عاش جدا يا شباب. 900 الزحليقة. سلام يا بلال. بلال بص، لا لا ما تموتيش لما اعمل الزحليقة. لا لا لما اعمل الزحليقة مش تنزلي، مش تنزلي لما اعمل الزحليقة. ما انا عايز احوش فلوس واروح ما هو انت بتحوش اهو، انت بتحوش. استني يلا كلنا نقص عقبال ما نخلص بقى. انت بتقولي نفس رقصتي ولا لا؟ يا محمد جه من كام عايز ارقص؟ لا بنقص نص رقصتك. ايه ده؟ هلا 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 هلا. ايه ده؟ مش عارف ليه ايدك ورجلك يعني كل حاجه بتقعد تروح في حته بتتمشى، اموت واعرف ليه السبب يعني. مش عارف. محمد جيمنج مستغرب يا شباب، بيقول ايه ده، هو فيه مين دول؟ اوه بعدين قال ايه ده مين دول، يلا نرقص كلنا بقى. ايه ايه ده؟ برضك دراعاتكم كلها خربانه يا شباب، مش عارف في ايه. هات اجيب لكم دراعات جديده. كده زحليقة واحدة. آسف. ايه ده مش بينزل ليه؟ ما تنزل يا بابا. ايه يا لهو على الوقعة، يا لهو على الوقعة، يا لهو دي دي انا بتاعتي خربانة. لا انا وقعت جوه البحر يمه. ايه اللي انا عملته ده؟ ده انت موجود جوه البحر. انت شفت انا وقعت ازاي؟ ده عجيب قوي، ده مفيش حد بيقع كده. بص 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 الوقعة دي، بص بص مفيش حد يعمل كده في العالم. بس ايه ده، دي وقع عشان في حد ينزل. ايه يلا انزلوا، انا جاي انا متخافش. انزل يا محمد. انا جاي انا جاي، مفيش حد ينزل. ايوه بقى هو ده الكلام، هو ده الكلام. انا جاية انزل انزل انزلي. ازاي يا محمد ينزل، محمد ينزل. ايه ايه ده محمد نزل كده يا عم، دي نزوله. بص هعمل ايه. اوه مكسر اطلع. ايوه بقى. لا ما تنزلش. انت يا بنت ده كنت بتدوس، انا كنت بتدوس على ايه تقريبا، نسيت والله. لا بص بص حبيبي، هتزحق منين؟ كده تفويا. بصي لا 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 لا. والله جامدة. بس نزلك نزلك اهو. لا بس ايه ده؟ انت انت واحد فين بالله عليك؟ في حد يعمل كده؟ اموت لا بص يا شباب نزلت كده وبنزل وقعت كده. ايه ده يا لهوي، جه لا 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 جيم. ايه ده جيم اسطوري صراحه يا شباب. لا ما ينفعش اروح بيتي ولا اكمل زحلي. انا قربت اعمل ايه ده، انا قعدت على السلم. جميل يا شباب. ايوه عملتها، هو ده الكلام. يا شباب اوه جامد، جامده جامده، هو ده الكلام يا شباب. والله حلوه حلوه حلوه. ايه ده سبحان الله، لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. يا لو يا شباب على الضحك، مش ممكن يا شباب. لا انا معلقة في البحر ليه؟ عندي شكل غريب كده. عاش جدا يا شباب، هو ده الكلام. ايه ده انت هتعمل ايه؟ لا ايوه انا بنيت تقريبا حاجة. اوه اطول شجرة في التاريخ. ايه ده؟ ده ينفع اطلع فوقيها حقي؟ ايه ده ازاي؟ لو وقعت. لا انا شاب بخاف من المرتفعات جدا صراحه. الحمد لله شاب ما وقعتش. لا انا قلقان. ايه ده وقع نص. اوه ايه اللي انت بتعملوه ده؟ ولا ايه ده شكله، ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتنططوا ولا في ايه ده؟ بص ايه ده بيرقص، وانا فوق بيرقص. حبيبي الحق الحق. ايه ده اشكالكم
انت فين انت فين؟ قولي انت فين بس. بروح على بيتي عشان ابني حاجة معايا الف. ماشي قشطة. اوه ازاي يا شباب ما متش؟ المفروض اموت بس مش عارف ازاي بقى. يا لهوي بقت اكبر بقى، بصوا فيها ايه يا بي. هو ده الكلام جامد على فكرة. يا لهوي. ايه ده؟ ايوه هو ده الكلام. المفروض اللي احنا بقى نبني، عايزين نعمل حاجة تانية. انا هجيلك شوية كده، خليك انت بس ركزي وانا هجيلك شوية كده. يلا بينا. مش عارف بقى. يلا بينا. عاش جدا يا شباب، بدأنا نظبط الدنيا. ايوه هو الشجر كده، مفيش هنا حاجة نعملها تاني. لازم نظبط الحاجات هنا. 500 225 425، لازم هنا نظبط يا شباب الحاجات. حلوة قوي على فكرة. يلا بينا يا شباب. 250 250، هو ده الكلام. يلا بينا. عملنا ويندو. ايه ده؟ شباك تقريبا هنا هبقى في بيت. انا جاي لك اهو، جاي لك. استنى بس اعمل بس دول على طول وجاي اهو. هاجي ازورك بس انت ظبطت الدنيا وهاجي ازورك على طول اهو. يلا بينا يا شباب. وادي الجراج. ايه ده؟ هعمل الجراج زي بنت والدك اللي انا رحت شفت البيت بتاعها. هشتري عربية، بس اكيد يا شباب العربية دي هتبقى غالية جدا. يا لهوي بالعافيه. هل نعرف نشتري عربيه يا شباب؟ حاسس ان هي صعبه شويه الصراحه، بس هنحاول بقى. ايه ده العربيه بكام؟ الحق لسه العربيه لسه. لسه بدري يا شباب على العربيه. ماشي. عايز بس اعمل بس اللي هي ب 500 جنيه دي وخلاص، وبعديها جاي لك. اللي هي 500 دولار قصدي. ماشي 500 دولار وجي لك على طول. لا هو مكتوب عليها دولار. عاش جدا يا شباب، هو ده الكلام. يلا يا شباب. عملت ايه ده؟ حلو قوي. بس كده انا كده ظبطت الدنيا. انا هاجي بقى البيت ده لما اكون معايا فلوس حلوه بقى. استنوا هنا اعمل اقل حاجه ب 200 اهي. 200 اهي. ظبطي انت بيتك. انت معاكي كام؟ انت دلوقتي معاكي 716. انت عايز تحوش كام؟ عايز احوش 1000 او كذا 1000 ولا كذا 1000. طب ماشي سهله. ايوه. ايه ده العربيه ب 10000؟ عربية فورد يا شباب، وعربية 22 ب 22000 دولار ونص يا شباب. عربية فيراري. واو. بس يا شباب بصراحة العربية دي أسطورية. لا تعرف يا حبيبي، العربية دي أسطورية جدا، من أقوى العربيات أصلا. واو يا شباب، مش مصدق صراحة. أنت فين؟ أيوه أنت قدام هنا أهو صح؟ يا لهوي يا شباب، يا لهوي. يعني العربية ب 22000 صعب صعب أوي نشتريها الصراحة. ياه صعب شوية. ازاي سهل؟ ما مش عارفة. يلا يا شباب ايه ده؟ انا جاي اهو، جاي لك اهو. يلا بقى ناخد جولة كده جميلة عند اختي، وبعديها نكمل تظبيط في البيت، وبعديها برضك نروح عند محمد نشوف محمد عمل ايه يا شباب. حلوة قوي. ايه ده؟ ازاي ما عملتش اي حاجة ليه؟ ايوه البسين. ايوه كده ظبطينا بقى، ظبطينا ظبطينا. ايوه بقى خلينا نمشي كده في البحر ونعوم ونظبط دنيتنا بقى. هو ده الكلام. عاش عاش. هو بقى هو ده الكلام يا اختي. ايوه عاش عاش. بس انت تحوشي. ما بحوش، انا جبت كتير. بص انت معاك كام يا لهوي؟ 1300 1400. هو ده الكلام، هو ده الكلام. اوب اوب لا مش ايوه كده. ايوه بقى هو ده الكلام الصح. ايه ده؟ ايه ده اللي انت عملتيه ده؟ يا حبيبي ايه اللي انت عملتيه ده؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ زباله. ايه ده؟ انا قاعد بجري مع الزباله ولا ايه ده؟ يبو هو ده الكلام. معايا 2000، دخل 2000. انا هروح الحق بقى يا شباب في البيت اظبط كده كام حاجه. يا شباب تقريبا انا اكتر واحد يعتبر اللي مظبط بيتي الصراحه، لان اما نشوف يعتبر انا يا شباب. يا شباب انا اكتر واحد بيظبط البيت، لان انا شايف البيوت من بعيد اهي، مفيش حد شغال عليه قوي الا انا يعني. ويلا بينا اما نشوف اختي شايف في تحدي ما بين انا واختي. مكسر ادخل من الباب بصراحه. انا كده ظبطت ده، انا كده يا شباب ظبطت ده كده تمام. مش باقي بقى غير يعني اعمل التري دي. الشجره دي رخمه الصراحه، مش عايز اعملها. مش عارف اعمل ايه تاني. لو انت عايز تبني ايه شجره مش عايز تعملها الكبيره دي؟
حلوة. لا دي بيت الشجرة، بيت عملتها تبني بيت. طب هو عملتها اهو، وانا عملتها تاني اهو. تعمل تاني بس بلكون، يعني بلكونة. لا مش عايز اعمل بلكونة دلوقتي. الجراج تقريبا كده، بفكر اسيب الجراج لان انا يعني حاسس ان انا مش عارف اعمل فيه حاجة دلوقتي، يعني مش عارف، حاسس ان انا مش هنقدر نجمع كل ده الصراحة في الفيديو ده يا شباب، بس مش عارف بقى الصراحة. بس عامة يلا بينا نطلع نشوف فوق في ايه. ايوه بقى هو ده الكلام. ووب يلا بينا نظبط الدنيا. عاش قوي. ايوه هو ده الكلام. ودينا ب 350، 350. اوه عاش قوي. هنا في حاجة تانية، 250، 250، 250. نستنى فلوس تانية تيجي. نستنى نستنى نستنى. ووب حلو جدا. 500، 500، 500. ووب وعدينا من عليها 350 يا شباب. حلو قوي. نحوش نستنى شوية ان شاء الله 350 تيجي لنا على طول. اهو بص عندك، بص عندك بيتك عامل ازاي. واو لسه. ايوه 350 اهو. ايوه بقى المفروض صح. هنا يا شباب في كمبيوتر بيتعمل. ده هنا كمان في كمبيوتر بيتعمل. عاش قوي يا شباب. ماب حوار وماب جامده الصراحه جدا، بس متعبه. يعني فيها شغل كتير صراحه. يلا بينا. هو ده الكلام. انا عايز اظبط الكمبيوتر. تي في. وفين بقى الكمبيوتر؟ مفيش كمبيوتر. 125. يلا بينا يا شباب، يلا بينا. ايه ده انت اكتر واحدة؟ لا محمد جيمنج اكتر واحد يا شباب. شو قاعد معاك بقاله ساعة. حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد. طبعا يا شباب شكرا جدا ليكو. بحب اقول ان انا يعني اول ما ادخل لعبة روبلوكس واجي العب او اصور اي جيم الاقيكم كلكم معايا وبتلعبوا معايا. بجد والله شكرا جدا جدا لكل الناس اللي بتتابع ابطال الجيمنج، وانتوا والله ابطال الجيمنج، وان شاء الله نكبر مع بعضينا ونبقى اكبر قناه في العالم. ان شاء الله يعني. يلا بينا يا شباب. وادي اوب. ايوه حلوه. ايه ده هو انا عملت ايه؟ ده السلم. بس انا مش عايز السلم دلوقتي، عايز اعمل حاجه تحت الاول يا بلال. ركز ركز ماشي. اوب التلفزيون. يلا اوب التلفزيون. حلوه قوي يا شباب. ايه ده عملت بس ما عملتش تزند التيبل بتاعت التلفزيون ده يا شباب. امبارح ما لعبتش معاك. لا والله يا جد يعني. بص يا محمد، او بص يعني الناس اللي هي اللي بتكون عايز تلعب معايا، للاسف لحد دلوقتي مش عارف اعمل وقت محدد للعب. انا كل يوم، انا قلت ان انا بقيت انزل كل يوم فيديو الساعه 8، فبصور مثلا ممكن يوم انا اصور فيه 3 فيديوهات 4 فيديوهات، وبعديها اقوم بقى ايه ممنتجهم واظبطهم وبينزلوا لكم في كل يوم على بقى مدار الاسبوع مثلا. ففهمتوا القصه ماشيه ازاي؟ هي دي الفكره. لكن مش بلعب انا كل يوم بقى اللعبه اللي هي روبلوكس الصراحه. ايوه التلفزيون اللي عملناه تحت فاكرين يا شباب، هو جامد قوي. انا بقى يا شباب مش بلعب على طول وبلوكس كل يوم صراحه، فعشان كده. بصوت. دي السماعات، انا اسف. طيب انا يا شباب الديسك ده تقريبا هو ده الكمبيوتر. تعالوا يا شباب انا عايز اعمل ظبط الكمبيوتر. اوبا 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 الكمبيوتر. ايه ده؟ لا ده الديسك اللي هيتحط عليه الكمبيوتر. عاش جدا يا شباب، عاش عاش. نعمل السبيكر، نخلص من السبيكر ونظبط. بس شفت الفيديو كان حلو قوي حبيب قلبي. ان شاء الله يا شباب كل الفيديوهات الجايه تبقى حلوه. يا بجد اطلع شوف بره بيتي. هاجي دلوقتي ازورك حالا. ايوه عملنا السبيكر. سلام على السماعه. سماعات اسطوريه يا شباب، شكلها خرافي جدا. العفو حبيبي. يلا بينا. انا بس عايز اظبط، عايز اعمل الكمبيوتر، اجيب الكمبيوتر. بس انا لازم اعمل حائط يا شباب. يعني انا هعمل سرير واعمل كل ده وفي الاخر مش هعمل حيطه؟ يعني الناس كده هتشوفني يعني عايز الاوضه تبقى مقفوله. طيب يلا يلا قربنا نجيب 700. قربنا نجيب 700 يا شباب. ما تجيب اي حاجه، هو بيقول لي انت بترقص ازاي وهو بيرقص. ما انت كنت لسه راقص من شويه يا جدع. يلا بينا يلا بينا. ده هو جبنا 700. يلا ايوه كده يا شباب كده تمام. قال لك الكمبيوتر يا شباب عايزين نجيبه الى الحمام. مظبطين الدنيا احنا الشباب. حلو قوي الكلام ده. لو عجبكم مكان، لو عجبكم المكان يا شباب
يا ريت منسوش تحطوا لايك للفيديو وتسبسكرايب للقناة عشان قربنا نوصل ل 4000 مشترك. والله بجد فرحان جدا، فرحان 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 جدا والله يا شباب من التفاعل بتاع اوه على الكمبيوتر اللي انا شفته هناك يا شباب، وبقينا عندنا زيه. اوعى بقى هو ده الكلام، عاش قوي. اجي يا لهوي، ده حوار كبير، لسه اجي كل ده؟ لا مش قصدي، تعالى قصدي بص من فوق. واو استنى كده، نبص 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 مش لاقيكي. اوه انت قاعده بتعملي ايه هناك اهو؟ ايه ايوه بقى هو ده الكلام، ايوه بقى انا قاعد بعمل في ايدي اهو، ماشي ايوه بقى هو ده الكلام. وبعدين خلاص الزحالي طبعا هنزل واعمل الحديقه. لا تعالوا نخلص اللي هنا الاول يا شباب. تمام تمام، ادي هنا الشير، عايز اعمل الكرسي، البيد، عملنا السرير، ماشي. عايزين بقى الكرسي اللي هنقعد عليه واحنا قاعدين على الكمبيوتر. هقعد على الارض يعني ولا ايه؟ لازم طبعا نقعد على كرسي. يلا بينا يلا بينا، وادي هنا حمام، وادي هنا ويندو، بس كده تمام. ممكن تقريبا دي تبقى اخر اوضه نظبطها في فيديو النهارده يا شباب. قشطه كده، حلو جدا يا شباب. وادي اوب كرسي، ما انا هظبط اهو. ايوه كرسي بس عشان يكمل الكرسي. حلو جدا يا شباب، شوفوا شوفوا هنا محمد، شوف عامل ازاي، فتح اهو قاعد بيظبط تقريبا، وحبيبي قاعد بيظبط بردك. هو ده الكلام يا شباب، يلا بينا. اوه عاد يلا نعمل اول الحمام، يلا يلا يلا. اوه الحمام ده في حاجه تواليت، ايه ده يعني في حمام من غير تواليت؟ لازم نعمل تواليت. يبقى نستنى شويه، واضح ان الاوضه دي هتبقى مزعجه حبتين بس عادي بقى، عشان بس احسن حاجه اللي هي اوضه يعني اوضه اسطوريه. بص يا شباب يعني بصوا، تعالى كده ننزل يعني ننزل يا يعني بصوا ننزل كده. مش كده، ماشي. شوفوا 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 المنظر، شوفوا يا شباب منظر. واو يا شباب يعني بيت فوق الشجره، حاجه كده اسطوريه، حاجه جامده جدا. بصوا ونطلع بقى، هوب 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 هوب، جامده قوي. ماشي استني بس استني، شوفوا يا شباب يا سلام على المنظر. وتيجي تبص كده يا سلام، ده تلاقي سماعه بقى او تلفزيون وسماعات بقى من نوع الفاخر يا شباب. وتلاقي السلم هنا على اليمين وعلى الشمال، تقعد بقى تطلع يا سلام، وتطلع تلاقي بقى الكمبيوتر بتاعك الجميل. وادي بقى تلاقي ده، اوه وعملت الشباك عشان الجو يبقى ساقع. ليه؟ انت ما ظبطتش اللي فوق. اوبا الحمام، وهو ايه ده؟ ده ايه ده كمان؟ ده الحوض، ده عايزين نعمل حوض. ده زكي المفروض تعمل، احنا نعمل حوض يا شباب عشان ما حدش يشوفك من فوق. صح، اوه الحوض يا شباب، يلا بينا. هو ده الكلام، شاور يا كل في الحمام يا عم، خلاص كفايه انا هعمل الحمام بس. اوه الضحك، ماشي بقى 500 بقى نستنى ونحوش. وادي 500 اهو، حلو قوي. ايه ده تاني برضك يا عم بقى؟ حاجات تانية. صح صح، ما بيه. ادي هنا الليدر، ايه اللي ده؟ تعالوا كده نشوف. ايه ده سلم تاني؟ لا مش للدرجة دي يا جدع. ايه ده تسلم؟ انا هقع بقى على كده، هقوم اعمل كده. لا لو وقعت يا لا. واو اوعى المكان الاسطوري. والله في حد اصلا بيعمل بيت عند الشجره؟ مفيش تقريبا. في بيت اسمه بيت الشجره. اهو ظبطت اهو. واو ايه ده؟ طب انا اطلع هنا ازاي؟ وما عملت ده ليه؟ مش فاهم انا الصراحه، ما عملت ده ليه؟ اوه خلصنا بنجاح، خلصنا بنجاح. عارف انا بس، وانا ناقص لي ده وناقص لي ده، تمام يعني 700 و 800. حلو جدا يا شباب، اسف بقى طبعا انا طولت عليكم فيديو النهارده. هوب تقريبا في حاجه ثانيه، يوعى جامده اسطوريه. اطلع محمد، اطلع محمد، ظبطنا الدنيا وبقت احسن فيلا في اليوتيوب. مش فيلا دي ولا احسن شجره. ايه ده هو يا شباب المكان بتاعه اهو، واو حلو جدا على فكره. ايوه بقى هو ده الكلام، ايوه بقى هو ده الكلام. يلا بينا يا شباب، حلو قوي. يلا اخر حاجه هنعملها 800 ايه، عاش جدا عاش جدا عاش جدا. اوه هو ده الكلام يا شباب، عاش قوي. لا لا انا مش هعمل جاش دلوقتي، صعب الصراحه. وبس كده يا شباب، فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل الفيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. طبعا يا شباب شوفوا
شوفوا ايه رايكم بجد، يعني ما استاهلش لايك يا شباب، ده انا تعبت والله. حطوا بقى احسن لايك واجمد لايك يا شباب، احلى لايك يا شباب، وبس كده. اي بي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام.